أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم رائدة أعمال وسيدة أعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد من إمارة دبي. اخترنا لكم الأستاذة منى المرزوقي، مؤسسة وصاحبة صالون ليتل مي بإمارة دبي. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذة منى. أستاذة منى، في بداية برنامجنا حابين نتعرف على شخصك الكريم ونعرف السادة المشاهدين على حضرتك. مين منى المرزوقي مع حفظ الألقاب؟ أنا الأستاذة منى المرزوقي، معلمة سابقة، متزوجة، رائدة أعمال، صار لي سنة ونص تقريبا في هذا المجال. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. من وين جاءت فكرة تأسيس صالون ليتل مي؟ الفكرة هي أن بعد البحث وتحري للمكان هذا، فشفت أنه ما في مكان مخصص للأطفال. يعني نشوف صالونات رجالية، صالونات نسائية، بس صالون متخصص للأطفال أو تقدم خدمات خاصة للأطفال؟ أها، فجاءت الفكرة من هون إنه إحنا حابين نعمل شيء خاص بالأطفال. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله. شو الخدمات يلي بتقدموها بصالون ليتل مي بشكل عام؟ خدمات للأولاد وخدمات للبنات. الأولاد أقل عن 13 سنة. الخدمات القص الشعر، العناية بالشعر، مانيكير بديكير، العناية بالبشرة، في المناسبات للأطفال تصاريح أو مكياج. ما شاء الله، ما شاء الله، الله يوفقكم يا رب. وشو يلي بيميزكم بصالون ليتل مي عن باقي الصالونات؟ اللي يميزنا أن المكان حيوي، مكان فيها منطقة سكنية، بدك تقولي، وفيها شاشات نسلي في الطفل. جميل جدا، تلقي الخدمة. شايفين احنا ألعاب وشايفين أشياء هيك بتشد انتباه الطفل أيضا، يعني هاي ما بنشوفها بأي صالون صراحة. ما شاء الله عليكم، طبعا نتمنى لكم كل التوفيق أستاذة منى. حابين أيضا نتعرف على رؤيتك المستقبلية وأفكارك المستقبلية لتطوير صالون ليتل مي، وين منشوفكم بالمستقبل؟ الرؤية إن شاء الله أن نفتح أفرع جديدة في المستقبل، ونقدم يعني يكون لي أنا بعد براند خاص للصالون للعناية بالشعر للأطفال. أها. إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله تعالى يا رب نشوفكم على مستوى السبع إمارات وعلى مستوى دول الخليج، يعني إن شاء الله يا رب. أستاذة منى، اليوم حابين نسألك كمواطنة إماراتية وأيضا كرائدة أعمال، شو بيعني لك الأمن والأمان بدولة الإمارات العربية المتحدة؟ الحمد لله إحنا عايشين بأمن وأمان، نطلع ندخل الحمد لله نحس بأمان. الأطفال في يعني نهد أطفالنا فترات طويلة، نحس بأمن والأمان الحمد لله. أكيد الحمد لله رب العالمين، نتمنى من رب العالمين إنه يديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا على جميع الدول العربية والإسلامية. حابين من الأستاذة منى رسالة شكر لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، كيف تحبي تشكريهم؟ نحن نستلهم من شيوخنا وقادتنا فخر التميز والإبداع، ولأن نكون دائما الرقم الصعب في التنافس. أكيد أكيد، طبعا أيضا نتوجه برسالة شكر لقيادة دولة الإمارات وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة. قبل نهاية برنامجنا أستاذة منى، حابين نعرف السادة المشاهدين على الموقع الجغرافي لصالون ليتل مي وكيفية التواصل معكم. متواجدين احنا في إمارة دبي في الورقة الأولى في مجمع Q1 مول. وأيضا إن شاء الله تعالى حابين نعرف السادة المشاهدين أيضا بكيفية التواصل مع صالون ليتل مي. الصالون او على انستغرام الصالون. جميل جدا، اذا اعزائي المشاهدين سهوله في الوصول لصالون ليتل مي عبر الموقع الجغرافي، وايضا سوف تظهر كيفيه وارقام الهواتف اسفل الشاشه. في نهايه برنامجنا استاذ منى، حابين نتشكرك جزيل الشكر يعني على حسن الاستقبال، وان شاء الله بيكون لنا لقاءات اخرى بالمستقبل. ما شاء الله. شكرا.
الخير. الله يعافيك، شكرا جزيلا أستاذ منى. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختم حلقتنا المميزة لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.